كان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا إن شاء الله حنطرح موضوع برضو بيهم الناس. نحن هنا في قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء, نرحب بكم جدا وطبعا نخش في الموضوع. قلت له يا جماعة ديل ها الحاجات خلاص اكتملت كلها. والله جماعة ذات رجوا ديل خجلوني خلية. كيف؟ أنا عاملة حسابي على أساس إنه ناس التعارف ديل جوني ناس كثيرين جوني ناس شوية. لما ده ما تعارف ساي ما تعارف ده ما بيجي فوق الأبو وبتجي فوق الأم وبيجي فوق الأخوان والأخوات وبيجي فوق يعني عمين خالين كذي خلاص كفاية ما تعارف. ليش لا؟ البقية ما بتجي ورا. ليش عمان خالين؟ الأعمام كلهم من الأسرة يجوا والخيلات كلهم يجوا والعمات كلهم يجوا للعزة كذي. أنا عامل حسابي والله العظيم لخمسمية نفر في التعاون ده. خمسمية نفر شنو؟ كان 500 نفر مع طوال تم العرس كله وخلاص يسوق مرته ويمشي. خمسمية؟ ده تعارف شنو ده أصله؟ التعارف ولا شنو أصله؟ هزول شنو ده؟ العرس ده بس أسكت ساكت. العرس خليه العرس بيجوك فيه آلاف مؤلفة. آلاف ليش ناس؟ أصلا شنو احنا عازمين من أصلا؟ عازمين منو؟ عازم السودان كله ولا شنو؟ أي زول أنا عرفته في الدنيا دي أنا بعزمه العرس بيتي. هو أنت بس تعزم أي زول؟ ما تعزمين لك ناس بسيطين كده. الزواج ده ما خلاص الناس اللي بتلموا ديل مبروك مبروك الموضوع انتهى. أنت بس طوالي جارين في الأكل والشراب والبهرجة والحاجات الفارغة. أسمع أنا أكلمك. أسمح فتح لي ضالك ده كويس. انت عندك البنات ولما تعرس البيت الاولى دي وتعزها ويسوي لها السمح الرجال يجوا جارين عليك جري. والله راجلي واحد يجي ما في راجل سايب يجي بالطريقه دي ما في اي راجل. انت كذا ساعتين انت كريهم ما بيجوا. اولا خلينا نسهل على البنات اللي تخرجا, ثم ثانيا يا اخي اي زول يجينا ما دارين قريش احنا. المهم اخلاقه تمام هو تمام زول تمام يتحمل المسؤوليه في الزمن الصعب ده. طوالي ندوق نقول له سوق مرتك ومش شنو ده؟ يسوقها وين؟ بنتي انا يسوقوها كده ساكت زي الغنمايه من البيت. لا لا يعرسها ويخليها معاك. لا ما يخليها معاك لكن يسوقها عزيزه مكرمه. انا اعز واعمل له اديك الحاجات. اول حاجه افتح ضالك فطور العريس. فطور العريس ده لا من يطلع من بيتي يطلع بالمزيقة الدفارات اتنين شايلات الفطور ونسوان الحلة هايسير وراه والبكاسي شايلين فيها الحاجات. اقول لك حاجة للشربوت ده بالبغات الكبيرة القدر كدي. لا والنسوان هايسير لشنو يعني؟ اول حاجة دفارين نص ست شايلة شنو؟ دي نمرة واحد. نمرتين هايسير لشنو؟ تساقى نسوان الحلة كلهن ما مرتين ثلاثة بيمشى معاك انا وخلاص. لا 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 وتعرين الناس البنات النسوان تونسن. قال لا زينة بختي نحن نمش مع ناس الناس اللي بود الفطور ديل. حتى اسم الله مره زين بختي دي مشهد حتى طلع اداته وبين ودا سكرتي وبلوزه. واقول لك قالت انا بلبس سكرتي وبلوزه وكان يجيبوا لنا ثياب ساي. نحن بقينا نسوان كبار ما نلبس موضه. واقول لك حاجه تعرف القصه يعني كده اسمعني. الناس المغدرين الصحيح صحيح فطور العريس اول حاجه ناس العروس بيودوا فيهم مرات
عندك ادي وثلاجات والعربيه البوجوه دي ذاتهم خلوها لهم والناس اللي بيمشلون ديل ذاتهم وحات الله في ناس دقوا له كل مره خاتم حق ذهب قدر كدي ما عندهم شغله بحياه اسم الله ها بحياه اسم الله ما عندهم شغله ده كلام شنو ده العرس يا اخوي العرس يا اخوي ده كده يعني زول داري يعرس خلاص يعني يبقى قاعد ساي لا ولا لا قدام قروش دي ما يستفيد منها ابن بها بيته ويحضر بها ويا اخو انا الناس ما لقيت تاكل ما لقيت تشرب انا قال القروش اللي بيسوها دي ما تدوها الناس العيانين وتدوها الناس المرضانين وتدوها الناس اللي تصدقوا بها يا اخي ده شنو ده يا اخي نصدق هاي نحن نصدق من وين نحن نصدق يا اخوي ولا نستر بناتنا داير اعرس بنتي وتمشي عزيزه بكرم والله والله يقول لك حاجه نفيسه نفيسه بنت الطاهر عرس اولادها اثنين سوا وقال كده عرسوا كان العرس قبل رمضان ام الاولى دي جابت دك يا مويه رمضان ودك يا العده ما خمج الاستيل والصيني وما خلت حاجه ودك ما جابت لي حاجه بالله البيت ولدت ثلاثه كل يوم تواغي فيها جيب لي كوبايه بنت نفيسه جيب لنا من العده بتاعت بنت نفيسه جيب لنا الطقم جابته بنت نفيسه وانا بس هو العيشه بس على الطقم ده يا اخي الناس ما لقى تاكل يا اخي الفول ده ما لقى يا اخي لك الله يا اخي تقن فتشوا في الطقم وتفتشوا في هنا يا اخي هو انتوا تشتروا في العده وين الحاجات اللي بخطوها في العده هو في قروش عشان يشتروا بها ده شنو ده العريس عنده العريس بيجيب لك متينه بعدين اقول لك حاجه حتى لو العريس ده ما جاب لك قطعه الارض اللي عندك دي تبيعها واعمل اللي بتسمح ابيع وتعطي ايوه عشان البنت تعرس هاي انا داري عرس انا ولا داري عرس هو انت عرست بي حاجه ها انت عرست ولا شفت العرس ها. ما رموني لك ساكت انا لكن البقد علي ما بتبقى على بنتي ها وانا كان ما عرستك وانا كان ما نجدتك انا ومرقتك ها والله كان اليوم الليله بيركسي قاعده انا دي انا ما عزيتك انا دي انا ما عزيتك والله والله ها. بس ابوي جانا علي الله يرحمه الله انا الخطاب كان واقفين بالصف حد اسم الله ابوك راجل راجل ود رجال الا انت ما طلعت اليوم كله كله ما طلعت حد اسم الله الله يا ابوك في اول مقابله قال لهم هوي الولد ولدنا والبيت بيتنا خلي الولد يسوق البيت خلاص احنا عقدنا ثاني ما عندنا شيء ده الكلام ده ما الكلام يا اخوي وحد اسم الله قال لهم القروش اللي انت تدفعوها دي امشوا اصدقوا بها للناس المساكين ولا اشتروا ولا امشوا للسبيطارات شوفوا الناس العيانين اتبرعوا لهم ولا امشوا المقابر هناك احفروا التراب الناس زي ماشي المقابر ماشي الغيام الناس نسيت الغيامه ونسيت الحساب ونسيت اي حاجه وحتى اسم الله قال لنا اشتروا بها كفان اشتروا بها كفان ودوها هناك المقابر وهي زول ما قادر يدفن ولا ما قادر يحفر ولا كذي خلوا المقابر تكون جاهزه والطوب يكون جاهز دقوا بها طوب قال لهم تتكلم كيف انت حسي دفع شنو نحن نتكلم في العرس انت في المقابر ما لك بتتفاول علينا بلا مقابر بلا كلام فاضي هاي. انت المقابر دي ما لابد من تصليه كان بكر عليك كان شايلينك ان شاء الله بعد خرف صلاه ما هسع خلي بعد عرس لي بناتي بناتي ذكر خليتي وراي انت ما بتبهدلين وما تجدعين وترمين ساكت والله ما برمين وحات اسم الله ساكت انا ارتهم من القروش بهم من الراجل يكون مزعول ثاني ما عندي شغله زول يتحمل المزوليه عليك الله في الزمن الصعب ده في زول هسه بيقدر يعيش هسه نحن ما عايشين يا الله يلا عليك الله يا اخي تيجي تقول لي يا بوبار وكلام فارغ وعرس وصالات وكلام فارغ يا راجل اسمع يا محمد هوي. انا عارفاك انا لساني طويل انت داير تقطع علي مع النسوان انا ما داير اقطع عليك انا داير تقطع علي انت عندك بنات كتار انا لما نمشي عرس انت عندك بنات كتار وما ياكلوني وما يشبعوني بتكلم ما بسكت اقول مسامين العرس ليشنو بعد ما عندهم معرسين ليشنو ايوه يعني انت خايفه من النسوان عشان اتكلمت فين ما عشونا وقصروا هيوم ما دعش شنو وما بعرف شنو خايفه منهم خايفه يعني انا اسدي اخسر قروش واخسر الزول طبيعي عشان الواطة. عشان انت عشان انت الواطة تعرس البيت عشان انت تتباهي قدام النسوان ايوه اتباهى كيف امشي في الشارع كيف تاني امشي مدقره كدي راسي يعني مدقسه في الواطة انا ها. انا ما لازم امشي رابع راسي فوق هوي هوي عرس بنتي جبت الاكل ساميه والاكل لا مفضل والصباح وزعناه ودينا للجوامع ادش ساميه هوي ها انت عندك بنات كتار سواتك دي كان سويتيها والله راجل تاني بجينا ما في البنات دي يقعد انكدس لا ما نفيد فون البواد اقول لك حاجه انت اصلك بتقصر لساني وما بتعمل اي حاجه انا ما شلي محمد عمها بيقف معاي والسمع كله مسوي لي مش لي عمها هاي قال لي جيب لك الحاجات يلا في 60 يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب
يا لطيف يا لطيف سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي 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 يلا يلا أنا 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 من خالتي من سامية. أها يلا الموضوع إيزا. آه يلا يلا أنت مخرج شنو تجيب لنا كذا يعني تجيب لنا كذا هذول. أجيب شنو؟ كذا في كوسرة ونعمل الإيزا بشكل كويس. أي كوسرة يعني أتنفخ؟ لا لا تتكلم مع العريسة يعني 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 طلع البروجي والكلام ده العريسة ما زي. لا لا, لا 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 يا اخوانا هو بالراحه العريس ده جاي يشيل له وشيله يمشي شال شنو يشيل يا زول البيت ما زي ناس البحر تكمل اول باول خلي خلي خلينا اسره محترمه جدا جدا وعندنا اصول في البلد دي وما نرضشينا بلجنا البحر بالراحه بنقطع فيك عرق بالراحه بنقطع فيك عرق يا اخي البنيه عندها تاني ستة سبعة بنات اخواتها بوراها خارجهم امرك سريع ايوه عشان بكره عشان بكره يجي يعرفوا احنا شغالين بالرخيص ها يا خالد الرخيص مش قطع هو قماش هو قماش سامي بيدخل سمحة شديد نعم يدفع فوقه المفروض يدفع فوقه لا حول ولا قوة الا بالله انت في كواسات كنت تدوم لها يدوق لها؟ هاي يدوق لها؟ ما تدوم لها انت جاهز؟ انت جاهز؟ ما جاهز شنو اصير 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 جاهز طريقتكم دي الزول ده جاهز؟ يا اخي زول قال عنده يعني حبة قريشات ودار يسافر ودار البيت فقول دار نعمل حفله ودار نعمل صاله ودار نعمل غنى يا اخي الكلام ده بيقتله لا 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 يا خالي يا خالي حبه قريشات ما بنين ما منك كان كنت لكن زول ما عنده قروش نعم يعني يعني دارنا ندق لنا صوان في الحله كده ايوه ونجيب لنا خروف كده نصح والطباخين يشيلوا ميه الفاصيل يتفقوا كده هذول الكلام ده ما ينفع انا خاطر بتفوزوش يا ولد في صاله يا ولد اي يا ولد انت امك على الرسابه ديك انت مجنون ولا شنو؟ ديك بس بس الناس تخرجوا البدي قدر ما انتوا توسعوا الموضوع قدر ما البنات ديل بيبوروا خارجوا نفسكم اي لا لا اي زوايا الرخص يا غال شفت لا حول يجيبوها لك بكره شفت يجيبوها لك كده وخذوها لك ويمشوا خلوا لا لا الرخص بيعمل بالعكس بالعكس الزول الشاري ده بيجي يدينه مدلدلات ساكن ترجع العروس ويشوف قسمته معاه ما في رزق في زول بيكون ما عنده ولا تعريفه يلا لما يعرس البيت بيكون عنده رزق ولا اولاد اللي بيجي من ظهره يكون عنده رزق بعد ذاك الارزاق تفتح يشتروا بيوتهم عمال لكن زوجي خاش ساي تضغط تقول له اعمل لنا حفله وجيب لنا قيدونا وافتح خروف لسد الماء انت شعر يا خالي ما اللي بيحصل اللي عنده يدفع ما عنده يا اخي يا اسمعني يعني هيكون نفسه معانا نحن يعني هيكون نفسه معانا ما يجي يا اخي ما تضغط الراجل الزول اللي انا شفته ده والله لو مشى ثاني تفتشوا ما تلقوه الزول ده نديه البنيه يمشي البنات الجايات ديل الورا الورا البنات العروس تعال نقعد نخير لكن ناس كده ما في طريقه الله غالي الله والله بيخلي وشفت دي الجمر في البيت ذات شفت جمره جمره عديل يعني ودي الطريقه بتاعتكم دي يا ولد يا ولد يشيلوا من الوسط يشيلوا من المشاط الجمال جمال الروح جمال النفس ان العين فانيه ايوه المرأة ممكن تكون سمحة زي الجمرة لكن تقوم من النوم يا زول توريك الويل يبقى لك بمبي أحسن لك البنية مسكينة وما تقوم تكلموا معاه كلام بعشان تقول لا العريس اللي يجيب لي ويجيب لي انا طيب ما داري منه حاجه طيب خالق. الحفله نعملها في الحله طيب يا خالد اقول لك حاجة. انا اقول لك حاجة. انا اقول لك ننتهي بالقصة اقول لك حاجه اقول لك انا الناس عندنا اسره كده ايوه عندنا وضعنا في المجتمع ايوه حصل لنا تجارب بتاع الراس حوالينا كده ايوه في ناس عرست الصالات اسمعني يا صديق والله العظيم الصالات والحفلات والجداد والطبق والكلام ده كله فارغ ما يوم واحد بس دايمته الحياه اللي انت بتعيش معاه البنيه دايره الراجل ده والراجل دايره خلاص اشيلها وامشي طيب ما تقعد انت وسامر تقول لي نعمل حفله مش انه مع اولاد الحله نعم اولاد الحله يعني انا هذول عندهم وضعين في الحله وضعهم الحله شنو؟ يعني عندنا اصحاب يعني عرسوا ليهم وفوتنا حفلات سمحه وكذا يقول لي حضرنا لكم حفله يا ولد يا ولد انت امك ده قولها دلوقه مشروطه انت مجنون يا ولد منك ما في منك ولا حاجه هسه انا نافع يعني خلاص نافع ها؟ هسه ناس نافع ما تقول لا يا اخي اسمعني كل زمن عين ما تبقى زول متخلف كل زمن عنده وقته البنيه دي طالما زول ده دايره يشيلها ويمشي ما انا شخصيا ما داير اي يا اخي بعدين يقول لك الزفه المصريه تلقى ما تسجل ما لعبت ما لعبت مصري كده والله تذكر احمد اي عنده صلاح الضريره خاتل لها لهنا مع مصاريف وماسكها كده تنكش 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 حفص لها الفستان
يتكايتوا الاثنين. انا ابقى في جلس ده يحلي للجلاليب يحلي للعريس لما يجي خاش يقول لك العريس جاء. ابشر يا عريس ابشر يا عريس ابشر يا عريس ابشر يا عريس. يا عديلة يا بيضة يا ملايكة سيري معاه الليلة شو يا سلام. والعروسة الساعة تلقاها فجابة ماشية تنكش تنكش تلقاها مطلع عيونها كبار ملبسينها الزفاف 10 يوم في الكوفير تجي ماشية داخلة السم. يا خان يا خان يا خان. نعم. اي زمن وليهم طلبات واحتياجات وكذا يعني ما حد عكس الزمن كذا عشان تاني فركة وقر فركة شنو يا اخي يا سلام فركة اللبن. والله لما نقول لك بخل لبن اي بخل لبن ايوه ايوه والله الله يدي وخراطة كذا انت والله انا خايف اللبن تشربه انت شكلك القبيح ذا. والله العظيم يا اخي العريس لما يجي خاشي كذا يقول لك ها والناس لما بيجي يتغدى بخد البيجي دعش بخد العريس لما يجي ماري كذا يلقى قروشي كثير انت ايزول بس انت العريس الموضوع ينتهي. ها ما الناس كلها ظروفها سيئه صدق الشيخ خالتي صدق الشيخ قلت لك صدق لا خلاص اسمع انا ابشري عمك كلمه قول لك قلت لك ساميه كل الحاجات اللي قلتها أيوة. ابشري بس انت بوريك امشي خلاص يا ايمن ايمن جاهز الفنان هاي قلت لك انا جاهز الصالح حجزتها الصالح حجزتها ب 100 مليون لا اله الا الله 100 مليون لا اله الا الله الصالة وبعد ذاك اجرتك عملت ساعتين اوفر شنو ساعتين اوفر تايم في صالة لجرتك لجرتك ايوه اجرتك تجيبوا الفواكه بانواعها فواكه وفي خروف بيعملوا شيء الخروف ده ناس الصالة ذاته بنجدوا عارف بكم بكم نجد الخروف بس ب 12 مليون لا اله الا الله محمد رسول الله يا مرة العريس اللي انا شفته ده اقسم بالله يقع من طوله ها تقول له كلام زي ده اقسم بالله يقع زي اريال التلفزيون الملون رب والله الزول ده لو كلمته يا اخي صار ب 100 مليون اشتروا له بيت يا اخي العريس ما يقع العريس كان وقع ما يقع اشتروا رجاله انتوا بوات البيت ها دارينا كلها شنو مال اليوم زي ده أيوة. كان العريس وقع انتوا ترفعوه ايوه ايوه ها, ها ايوه انا عارفه ايوه شوفي يا بنت اها العريس يا انت مجنونه ده انتحار والله ده كلام ده كله حرام يا اخي البيت دي الراجل دايره وهي دايره يمشوا يشيلوا ال 100 مليون ولا ال 12 مليون يمشوا يسووا بيوتهم هناك انت دايره تعمل الحاجه دي شنو يعني عشان تعمل شنو يا ساميه عشان تصل الى شنو ده سؤال دارس اجلو عشان تصل الى شنو خذلتني لكن ها خذلتني لكن خذلتك في شنو خذلتني خذلتك في شنو انا جيت جاريه من الراجل ها جيت جاريه من راجلي متابش لي اعمامه اعمامه بعزوها لا حول ولا قوه اعمامه بشيلوها اعمامه بسطتوها والله العظيم يا سامي عليك الله الكلام ده كله انسيه انت دار تحاكي الناس دار تحاكي مرة فلان انا ما بتكلم لكن يا محمد انا ساني ما طويل انا ما قاعد اتكلم استروني يا اخوان استروني استروني والله العظيم ما بقدر امشي في الحله ثاني كان بتتعرصوا بالرخصه الا بالغلا اي مصيره يعني اللي سوي لها السمح بتسوي لها السمح والفنان جيبوا اغلى فنان ها اغلى فنان كم يوم بيغني ها بيغني كم يوم في اول حاجه عندها حنه هي في البيت عندها حنه عندها الحنه ذاتها دارين نعملها في صاله صغيره كده يعني طيب كويس كويس وبعد ذاك عندها القيدومه عندها القيدومه القيدومه دي بيعملوها بيعملوا فيها الرز ده بالجيزان الرز هاي انا بحب الرز شفته يلا وبعد ذاك بعد ذاك ثاني عندها شهر اسمع هاي. القيدونه دي بيعملوها من القيدومه دي هاي. بيعملوها الخيلان وبيعملوها الاعمام يا ساميه يا ساميه ما تبقي زولا متخلفه ساكت وزولا ساكت زمن وساكت الدنيا الدنيا دي بسيطه جدا احنا قعدنا صعيبه البيت دي جاء الراجل وهي قالت دايره هو قال دايره خلاص امشوا يسووا بيتهم القروش اللي دارت الموال العرس اللي ادوها لهم هم امشي يبنوا بقى مستقبلهم انت ضامن الحياه انت عارف الموت بيجي متين يا مره استر روحك يا اخي توخجين لكم موت حرتكم مجاهر خجين لكم موت التوخج انت الموت ما بيعمل شباب نحن هسه في حاله عرس الموت ما يكون علينا والعرس زي ما خلصنا يعني شو العرس اسمع انت ما بتستروني انا ما شاء الله اخواني حقي في ورثت ابوي ابيعه واعرس له بنتي امشي 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 بيع الطين بيع البيوت تعالوا عرسوا لبنتك معقول الكلام ده يا اخواننا معقول الكلام ده يعني تبيع الوراق اللي قدام عشان البيت اين انت مطرتش؟ انت على مطرتش من راسك ده؟ تسلم كيف انت؟ تحجز الصالة ب 75000؟ 75000 اللي بتعملوا انت مطرتش؟ والله يا عم انت ما عارف حاجة 75000؟ والله الناس دي جاملونا انا بعرف لا وكمان تعرف انت ما بتشاورنا؟ ما بترجع لنا؟ ما بتكلمنا؟ احنا ما تكلمنا احنا قاعدين والله 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 5 مليون عربون 5 مليون دفع ارخون خلي ودي انا بقي كده الحمد لله 75 والله 5 مليون والله الناس دي يعني يعملون عديد شفت يا ملاك عرفوا قيمتنا وعرفوا هذا عندنا 75000 يا ملاك وده غير الفورنايت يعني في حي اسمه سوق فورنايت فورنايت ده شنو
هاي انتوا قدام خلاص ها؟ ما انتوا قدام يا اخي. قدام كيف يعني؟ يعني اوفر رايد يعني شنو؟ يعني بعد الزمن ها؟ ها؟ يعني زمن اضافي. زمن اضافي؟ يعني بر القانون. زمن اضافي هلال المريخ انت بتشوف ولا شو؟ زمن اضافي بتاع شو؟ وراي 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 زمن بتاع شو؟ كورة يا هيم كورة. القرصة تديها منو؟ ما صالة يلا الصالة دي ب 75 انا الفنان قلت لك اللي بيلبس تر حر 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 ذاك وشنو يعني بيعمل جو كذا ده بياخذ 35 بيعمل 5 ما داري جو القلين جو شنو جو شنو جو يعني جو جو الحمد لله داري جو القلين داري جو من وين الهيصة كده والزفة الهندية جبت زفة هندية كده الولد ده ما طرفش حتى ما نصيح وحيا الله حالي يا اخوانا شغل والعيش هناك يكوريك لا يكوريك لا من بعيد نبي اي 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 والله يا مثلا 5 مليون لا حول ولا عرقون لا بتاع الصاله ودفع 20000 للفنان لا والله دفع كم 20000 للفنان لا 20000 20000 يا ولد انت بتفجر ولسه في باقي في باقي يا ولد انت بتغني شنو بغني شنو لا هم بيعملوا جو ما ضل مدور ضل الصاله مدور اخويا يقولوا علي شنو يقولوا ما جابوا الفنان بالله يا جنى يا جنى فنان وصاله يفوت ال 100000 هيا شنو ده كراسي ده والله يا اخو والله غنيت وعرفت والله عرفت الحياه طارت محمد يا اخي اسكو ساي الراجل ده الصديق ده والمره اللي اسمها ساميه دي المستهبلين البنيه دي الراجل ده يقعد عليها في الزاويه اللي هناك يشيل المره ويمشي يا راجل امشي بلع بس تمر حلاوه هاي ونوزعها للناس المدعوين لا لا جيبوا الهنود انتوا احنا ما نجيب هنود يا زول ما بنجيب هنود يا خالتي بعد خالتك في عينك انا رايح من عقد للبنت انا مشي نعقد لها اي سوق المره يمشي سوق المره وكلام فارغ سمعتنا طبعا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال غلهن مهرنك سهلهن بركه نعم. ايوه طبعا المفروض الناس تسهل امور الزواج ولا ناس تساعد الناس يعني بدل انت ما تجي تقول ده رساله ب 100 مليون وب 200 مليون القروش اللي بتنفق انساي دي بدون اي حاجه دي تستفيد منها في بيتك في حاجتك كده يعني طبعا الشغله دي العقد لما يكون ذاته مبسط وفي جامع بيكون مبارك يعني ده حياتي دي ربنا ذاته ما بارك فيها الحياة البزغ الكثير والحياة اللي بيعملوها دي يعني الزول اللي بيعمل عنده يعمل له حاجة مفروض يقدمها للعريس يعمل له حاجة يستفيد منها لقدام مفروض نحن نرجع لعاداتنا وتقاليدنا ونشوف أمهاتنا يتزوجوا كيف ونقتدي بهم لأنه اليومين ده كثير من يعني من الازواج يعني بخشوا في خسائر وبخشوا في ديون في منهم الان فتحوا لهم بلاغات وموجودين في السجون وفي الحراسات وبعد ذاك دخلوا اصحابهم ودخلوا اهلهم عشان يعني يحلون من اشكالات الزواج مفروض الزواج يكون بالفاتحه يكون في المسجد وتكون الكرامه كرامه بسيطه بعد ذاك الزول المال اللي عنده يستفيد منه في مستقبله مع زوجته مع اولاده يبدا به حياه جديده والله هو غلهن مالا قالوا اكثرهن بركه والعند واحد مفروض يتخارج منها لانه الزمن بقى صعب وصعب من صعب وبعدين الراجل اللي بيشيل المراه والله لو وديته زيت ما بتندم عليها لكن كلام الحدايق وقلعوا النجايل دا والسيتي بارك وما عارف شنو ده كلام فارغ ونحن ناس مسلمين ديننا ما بيسمح لنا كده يعني الزول يكون وديصول ان شاء الله اللي عندك ذاته ما عندك يتم لك ابوها وبعد ذاك الامور ان شاء الله بتسلك صراحة كده على حكم بيئاتنا السودانيين وتقاليدنا وعاداتنا السترة بقول لك زي ما في تلقى الزول الملتزم والناس محترم ومغيم بشيلك وبشيل جناك وبشيل اللي حواليك يمكن انت تديه لكن اذا اصلا زول ما بتعرفه جايك من برا كده او جايب لك نفر ما بديه الا زول عارف وصله وفصله بعد ذاك انا بديه بيتي ومغيم وبتملى من جيبي ما فرقت لكن كوننا نعمل صالح الحج بالاستطاعة انت لو عندك شيء يعني اهلك ونسايبك تعزهم مش تعمل لهم صالة انا ما عندي يورو عندي قروش عندي بهجة وسرور لكن لو ما عندي حاجة بعمل الشيء المعقول وبظبط الامور البسيط المختصر تزوجوا فقراء يغنيكم الله واقلهن مهرا افضلهن بركة وندعو الشباب وكل الاخوة بان يسر الامر وربنا ييسر ان شاء الله
بالنسبه للزواج يعني والتكاليف وكذا يعني هو المفروض ما يكون يعني في هنا مبالغه يعني وحاجات زي دي، يعني كل ما زول الحاجه تكون مبسطه وكذا بتكون احسن. يعني تزوجوا فقراء يغنيكم الله، حتى لو بالنسبه لل بالنسبه لل يعني ناس ما كده. يلا بالنسبه لي يعني هنا فاتوره العريس وكذا دي حاجه مبالغه، يعني المفروض الناس يعني هنا تقلل الحكايه دي وتبسطها. يعني انا عندي رساله يا جماعه للشباب الموجودين هنا، في زول هنا ما داير الزواج، كلكم دايرين الزواج وخايفين من الطلبات بتاعت الزواج صح؟ طيب انا نموذج قدامكم، انا عرستها وفي جيبي كان ولا جنيه ما في، وعمري بعد اتخرجت من الجامعه ما بعرف ادق طوب ولا ابني، الان انا بقيت ابني البيت، بدق الطوب وببني لانه كافحت في حياتي، قدمت لتمويل اصغر 20 مليون ودي الركشه واقفه، شلت ال 20 مليون، ممكن الكاميرا ممكن تشوفها هذه، لا الان انا الركشه دي باقي لي فيها 6 شهور بس اسددها، عرست من الركشه كنت سايق للناس، بنيت البيت من الركشه، الان حصلت على تمويل بعد زواج 10 سنين، ساكي البنوك اصلا ما في ترته، التمويل الاصغر فاتح يا شباب، بيوتات التمويل موجوده من 5 مليون ل 20 مليون ل 50 مليون، الناس ما تياس بدوك، انا ساكي التمويل قريب 10 سنه، ما عندي واسطه، التوفيق من رب العالمين، انت اسعى وربنا معاك. بالذات عمل الخير داير اسباب، ربنا ان شاء الله بيسهل لكل شاب، لكن الزول ما يقعد يقول انا والله ما عندي، انت ابدا وبتلقى بنت الحلال اللي بتبدا معاك وتبقى راجل وتشيلها، وربنا يوفق الجميع. الو ايوه، لا لا جيب لي البضاعه، هاي انا فتحت الدكان، هاي هاي الدكان فاتح، هاي داير لي هاي دستة بتاعت هاي هاي معجون، وداير لي كرتونتين شعيرية، هاي لا 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 مكرونة عندي، مكرونة عندي دكان مليان مكرونة، هاي والله ما في دول بيشتري مكرونة ذات وحلة ذات ما أعرف، شغالين عدس ها عين، بقول لك اسمعني اسمعني، جيب معك صابون، هاي صابون صابون سائل وضرب، هاي إن شاء الله لا 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 أنا ما بدي ما بديك شيء، انا بديك قروشك طوالي بس انت ادي الولد يجيب الحاجات هاي، هاي وجيب معاك لبن بودره، هاي داري لبن بودره، خلاص خلاص يا زول خير، يديك العافيه حبيبي، تسلم، يلا باي. يا سلام يا سلام يا سلام، هاي ما تقول لي جبت البضاعه الجديده والحاجات زادت، كل ما اجيك اشتري منك حاجه تقول لي معلش والله دي بضاعه جديده جبناها ولقينا اسعارها زايده، اديني من القديم، لا لا يا اديني بسعر القديم، من القديم الجديد ما تديني يا محمد، هاي عليك الله يا حمد، حركاتك دي انا عارفها طوال، انت عامل لي اسمعني، هاي انا والله راسي مصدع وتعبان، هاي ابلع كده يا داب، ابلع لك بنادول، ابلع لك بنادول، لا انا بقعد ابلع بنادول، ها انا بشو ابيع كده كاش برتاح، لكن لما يزول يجي يعمل معي لوك 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 الصداع ده بيجيني تاني، لا لا انا ما بدين، انا بديك كاش، هاي لكن ما تقول لي بسعر القديم، لا بسعر القديم يا اخي، انت حاسس عمرك الليله زي اول امبارح، ما العمر ذاته زايد، احنا بضاعتنا زي العمر زايد، هسا عمرك ده قاعد ينقص؟ لا لا ذاك العمر، اها طيب ما خلاص ذاك العمر، الوقت ذاك الزمن، الوقت ما بقيف، اها ماشي طوالي اصلا ما بقيف، طيب تعرف شنو؟ لا يعني الاسعار بقت خلاص كده بقت زي الزمن، ايوه زي الزمن ماشي طوالي، ايوه طوالي والله والله، يعني هسا البضاعة القديمة تبيعها بنفس السعر حق البضاعة الجديدة، أيوة. حرام عليك كده، ما حرام عليك، لا 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 يا اخوي اسمع ما تحسسني بالذنب، ده دكان انا الدكان ده ما ماجر، ولا حسسك خلاص انا ما ماجر الدكان ده، بدفع مروحه وبدفع مكيف، ما تاجره، اها طيب شنو؟ نان البضاعة ما عندك، السعر زاد، انت تقوم تزيد طوالي، وهي البضاعة اصلا قاعدة انت ما اشتريتها، شنو يا حمد ده تبقى لي رغيب وعتيد؟ قال لك رغيب وعتيد هاي؟ ليه ولا في شنو؟ هاي بقول لك رغيب وعتيد، ليش؟ انا ما حقك مواطن، كشنو؟ كمواطن، كمواطن؟ هاي امشي الدولة، انا دولة؟ امشي الدولة؟ لا لا، اها شنو لا لا لا؟ ما كده يا اخي، ما كده كيف؟ هاي يا اخوي انا فاتحها تكية، لا انا قلت انا فاتحها زكاة، وانا جاي اشحذك، انا جاي اشيل منك بجان ما بحقي، يا اخي يا اسمع، كيس الشعرية ب 6 جنيه ما داير عليك الله، مش كيس الشعرية ب 6 جنيه ما بديك الا باربعة، وكل يوم زايد؟ يا اخي سالني انا يا اخي، انا بزيد الاسعار، شنو ده؟ اللبن كل يوم نلقى زايد، السكر نلقى زايد، الشاي نلقى زايد، السكر ده بالله ماشي كده، هو الدولار سوا ده شنو ده؟ يا اخوي هوي هوي يا محمد، هاي انت شغلك ده ما شغل شيرة وبيع، لا يعني زول ما ينوم، ما تنوم، ما ينوم خليك قاعد زي انا انوم الصباح طوال القى الحاجه زايده، يعني ما نوم ولا شنو يعني؟ وانت نايم لا شنو يعني؟ خلاص وارس ما تقوم خش السوق ده؟ لا هاي بسم الله، ما زول بنوم الليل، الليل ده ما الليل ده ما للنوم، خلاص النهار ده للمعايش، نحن نهار وليل شغالين معايش، اصل شنو نحن؟ آلة يا محمد، خليني من آلة ولا حديدة، انت
عندك قروش تشتري ولا داير تعمل لوك لوك؟ انا عندي قروش اشتري لكن بالقديم. بالقديم؟ هاي لا لا مش الدكان التاني. لا بضاعتك قاعده هذه. لا ما اشتريت انت ما اشتريت. ها؟ ما اشتريت. ما اشتريت شنو؟ ما اشتريت بضاعه جديده. دقيقه عليك الله. الو. هاي. عليك الله ايوه. لا 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 ما القروش ديك القروش ديك ما متلخبطه. هاي تابع لي عثمان هاي اديها لي عثمان. خلاص هاي خلاص. اوكي. هاي يا احمد. هاي. انا بشتكيك. تشتكي لمنو؟ لحقوق المستهلك. حقوق شنو؟ حقوق المستهلك يا محمد. هاي مش يا. قالوا في حاجه اسمها حقوق المستهلك يا اخي اسمعني. لا حقوق المستهلك لا حقوق المستهلك. انا شخصيا ما عندي لك حاجه. انت مستهبل. انا مستهبل. انا مستهلك. انت مستهبل. انت مستهلك. انا مستهبل. انا مستهلك لكن انت مستهبل. والله عكستها. هاي انا تاجر وانت مستهلك ومستهبل. قلتني عليك. لا 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 انت والله العظيم بالطريقه دي انا بشتكيك يا اخوي. امشي اشتكي. هاي امشي 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 اشتكي. امشي امشي افتح بلاغ. ده دكان عندك قروش تشتري؟ ما عندك قروش امشي 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 اقعد البضاعه في الواطه. قول له امشي اشتكي يعني ضامن انه ما بيجيك حاجه. يا زول ما عندي انا ماشي في السليم. انا بضاعتي جديده وسمحه وعندي بضاعه قديمه. بضاعتك ما جديده. بضاعتك ما جديده. ما خلاص يا اخي مالوك. خلاص جديده ما قديمه. خلاص اديني بالقديم يا اخي. ما بدي. حرام عليك يا اخي. ما خايف من الدوله؟ ما خايف من المواطن؟ خاف من الله يا خاف من الله. لا لا زول بيتكلم مع زول ثاني. قاعد يتكلم مع زول جنبي قال لي خاف من الله. هاي لا لا انا قلت له خاف من الله ترى السعر الغالي. يا زول يا زول انت مجنون ولا شو؟ لا يا ما بكر ما بكر ده زول خطاب ما تسمع كلامه. خلاص بعدين بضرب لك يا اخينا. يا محمد يا زول انت مجنون ولا شو؟ النصيحه دي انت بتعوها لشنو؟ يا اخي ما في اي نصيحه. انت عندك قروش؟ عندي. هاي طيب يلا اشتري. لا شنو؟ بالقديم. بالقديم ما بديك. ما بديك بالقديم والله العظيم كان طيرت السماء. والله امشي اشتكيك لجمعيه المستهلك. امشي يا اخي اشتكي لي لجمعيه المستهلك. جمعيه المستهلك انت بتهددني بجمعيه المستهلك؟ انا بحكي انا. لا زول قاعد يديني قروش بضاعه. شنو؟ في زول قاعد يديني قروش بضاعه؟ ما في زول بديك. طيب خلاص انا بشتري. انا تاجر. خلاص السوق. خلاص خلاص بيع بسعر هنا ما زيد. قول له وراي على كيفك. انت اخوي جاي علي ليه؟ امشي ابقى على الدولار. امشي امسك الدولار. كفي الدولار. امشي على الحياه طاير السماء. تبقى في الرز والشعريه والناس. ده كلام بسيط يا اخي. بتجوع الرز والشعريه دي ما هي عشتي ده ما اكلهم شرابي. خلاص طيب اشتري اشتري. 20 قروش ادينا. انا ما بشتري. انا مش بكلم ناس الجمعيه. امشي كلم ناس الجمعيه. بس كلم اي زول. كلم اليو ان. زول ده يهددني ولا شنو؟ يا سلام يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد ازيك؟ مرحب. الله يسلمك. الله يخليك. والله ليلة جاية تنيني سوانا الجمعية في البيت. والله يا أخي جايينك في البيت؟ أي ما شغلتي. ده ليش صندوق كده يعني بتاع بارد. أه. ودايرة رايدة طلعين بتاع السكر وربع. حاجات بسيطة. حاجات شنو؟ حاجات بسيطة. في؟ ما سجل. سجل؟ الدفتر. هاي هاي. انت كراسك بقى زي كراسه الاملاء مليان. كراسك مليان. ده الكراسه الرابع. ما موظفين عادنا عندنا هنا. عندنا مرتبات بيجينا اخر الشهر. ما شغلتي مرتبات ولا حراميه؟ عندك قروش بديكي. عندك ثلاثة كراسات مليانات تاني الا كاش. ما اقدر ادين انا. خلاص الدكان ده خلاص اتملى. انت قايل التجاره دي شنو؟ أه. التجاره دي ما تعامل. اعرف اتعامل مع الناس ويبتسم في وشهم والما عنده بالقليل مشيهم. انا ابتسم بس بضحك لك. انا بتضحك لي. انا بتضحك لي هضحك الفارغ ده. لكن لما تجي سعاد شفت لما تجي سعاد وتفتح مطبقه المطبقه بتاعتها. اتفضل يا حاج سعاد. اتفضل يا حاج سعاد. يا ولد افتح لها بارد. ليش يعني؟ انا بتشتري. ها بتشتري. انت بتبيعي كلام بس. انا انت هاي تجي تمشي. لكن سعادتك راجل مغترب برسالات تفتح المطبخ كده تطلع الرزم فشك 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 الدور جابت ملي. يعني انت عندي دار لي سكر دار لي لبن وتنطط زي الفار. يعني ما اقدر عليك تعالي انت يا مره. هوي راجل جيحه وانت جيحه. والله لو الفار دخل بيتكم ما بيبرك تاني بتاكلوه. انتوا وجعانين ساكت عايزين تحمانين انتوا. والله العظيم عايزك حاجة. هو ربنا ده ربنا ده لما خلق الناس خلقهم كلهم غنيانين يا اخوانا. ها يا اخوانا. ما في ناس تعبانين. في ناس سكرة. الماء عنده بدي اللذول الهناي. التعامل ده كيف يعني؟ انت ابقى تاجر بتعرف تتعامل مع الناس بالتعريفة تتعامل معه زي البي مليون. الو شفته؟ الو هاي يا عمر. لا 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 كاش بس. هاي عليك الله ما يقعد هناي. لا خلاص خلاص ده اللي بيدفع طوالي. خلاص خلاص اديه طوالي. هاي الله يخليك.
ايوه سامية. اقول لك حاجة؟ نعم. التليفون ده لا جاك جرس. نعم. ولا حز في جيبك. اها. يعني ده عشان داير تتجاهلني انا. يا اخوان داير تتجاهلني انا دكانك ده يتقال المقاوم منه؟ مقاوم منه نحن المساكين ده البلدي شوية تعريفة. ما مقاوم منه الناس الغنيانين. ده ممكن يمشي السوق هناك يشتروا حاجات ويجيبوها يخزنوها في البيت. لكن نحن المفترض تتعامل معنا تعامل كويس. حرام عليكم يا ناس. يا سامية. سامية هوي. ها؟ انت مجنونه ولا شو؟ مجنونه كيف يعني؟ انت دكان جاي انا فاتحه تكيه؟ ده دكان انا برضه بفلس. انت عندك قروش تعالي قلت لك عندك الرسائل ولا انا سنتين بدينك، الليله لما طلبتك بحقي ده المليل وطاه كلها وتحسسيني انه المال والبنون ولا شنو؟ الدين يا اخوي انا اكلمك الدين ده قالوا حجر عطرون كان ترموه بيكمل انا بترم لك شويه تتعامل معاي؟ انت والله ما بتترمي، والله دينك بتتعامل معاه زي حجر التيمم، تهبش كده تخليه، لا بزيد لا بنقص. والله انت مجنون يا سامية. والله انت ده المجنون. والله انت ده المجنون. عندك ناسات وربنا بحاسبك على الناسات دي. يا سامية عليك الله ما تحسسيني. في ناس تشيل لهم حاجات والحاجة ما تشيلها، يا ولد دخلها له العربية، يا ولد وصلها له البيت، لما نجيك انا تعمل روحك مشغول بالتليفون. هاي لكن يا سامية انت قاعد تشتري شو؟ لو بالك ده بتشتري حاجة ب 30 جنيه. يا اخي ان شاء الله ما بتفوت ال 20 جنيه بتعذبيني ساكت تجيبي، لكن شوفي المره اللي بتشيل بكم 300 او 400 يا ولد جاي شالت ب 4000 شالت شعري ولا انت ليه تقول لي دار لي حبه سكر دار لي حبه حتى تقول بتربي لك في يتم انت مجنونه ولا شو؟ وانت فاتح دكانك ده وين دكانك ده ما في حي شعبي يحون كله الناس التعريفه والجيش ديل انت اساسا كان داير تفتح بين هناي امشي افتح في محل الجمله هناك لا 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 الاسواق الكبيره يا مره هاي هاي والله العظيم انا اشتكيت للسلطات المحليه شنو؟ يطلعوك من الدكان ده يطلعوك. لا تعرف تتعامل مع الناس تعامل صح يا مره انت يا زول انت مالك انت ومحمد يا اخي انتوا كنت ما عندكم قروش ما ترموا لامكم فيني انا يا اخي يا اخي انا بشيل مجان أه؟ انا ما بشيل مجان انا اخر الشهر بدي قروش ولا ما بدي قروش اخر الشهر ما بتدفعي يا ساميه ما بتدفعي لك يا راس الرابع والله عندك كراساتك مليانات ما بتدفعي انت تدمع علي ما عندي على ثاني يا اخي الكراس كله فوقكم في 64 ورقه الكراس ده كراساتك الاربعه ديل ما فاتت ال 250 مع ملح وشطه وطعميه وحاجات يعني بسيطه كده يعني وانا بشيل منك شنو؟ يا سامي عليك الله في زول بدين كبريت ها؟ كبريت؟ تدين مني كبريت يا اخي خاف الله يا اخي كبريت قلت لك الكراسات دي الماليين بشنو؟ كبريت ملح كل حاجات بتعريفها ما قريش خلاص 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 يا ولد عديها خلاص شيل منه شعري وشيل منه اي شيل من دار شو ثاني؟ هاي ده التعامل يا اخي هاي خلاص شيل ده التعامل خلاص انا بس دايرك تتعامل مع الناس كلهم واحد حاضر الفقير والغنيان تتعامل معهم تعامل واحد حاضر حاضر ما تفرزوا الناس حاضر 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 ما تغيب يا اخوي اديني يا ولد الحاجات هاي اديها الحاجات بكره ما تديها الو هاي حسن وين انت بتاع الكارو ده يا اخي؟ السلام عليكم خليك معي نعم ابو محمد انا جايك بموضوع خطير جدا يعني افتكر انه يعني ما اسم ها يلا 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 بيجي اسمع برجع لك بعدين يلا الزول ده شكله الزول ده شكله جنريتر لكن بعرف له هاي دقيقه هاي اساس يلا 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 انا جايك لموضوع حساس شديد ايوه يعني حمود وسعاد اختي حمودي؟ اي حمودي وسعاد اختك؟ ايوه اها ماله؟ الانسان نفسه مضايق شديد جدا مضايق شديد جدا؟ وانت اسمع البقاله دي قريتها الدكتور ولا شنو؟ دي بقاله يا احمد هاي انت عارفني هنا في الحله دي كم سنه؟ قريب ال 14 سنه حصل غريب عليك؟ ابدا يلا اوكي يلا انت عايز تربي لنا شافعنا يعني اني اشتري شنو يا اخو شنو يعني قال لك من اصلا هو محتاج لتيبسي يعني ولا اصلا يعني ولا محتاج لحاجات زي دي بعدك مواد مسافر صح؟ ده ولدكم حمودي الصغير وتسامي وين صغير؟ يلا عمره 14 سنه راجل كبير دقنه ما رجع ايه اللي لسه سن الطفوله سن الطفوله القانونيه 18 سنه سن شنو؟ الطفوله القانونيه؟ القانونيه 18 سنه يا اخوي 14 سنه يا اخوي هوي انا ما فاتح لي فريق بتاع الناشئين تقول لي سنيه ما سنيه اوكي ولدكم ده جاي واقف هناك بعاين اهبال زيك بعاين الدكان كله يا ولد داير شنو؟ اللي في راسه عزمني ساعة ونص واقف داير بيبسي قال لي هو داير بارد قال لي هو داير زبادي قال لي هو قلت له شيبسي قال لي اقول له بالمناسبة قاعد تتكلم عن زول ثاني ما حمودي شنو؟ تتكلم عن زول ثاني ده محمودي يا اخوي حمودي مش الواد اللي بيشبهك القدوم اللي برا ده
لا هو لبرا لكن يعني يا اخي بيتكلم زيك قال الولد خال يلا يلا اوريك حاجه اوريك حاجه نعم. اسلوب منك ما محترم يا احمد. احنا قاعدين في الحله دي من فتره كبيره جدا. ما مفترض انه مثلا يعني تسجر الولد تسجر الولد تقول له امشي ما مربع تجيب انت على يدك يا احمد. هاي حصل مين قلنا لك يا اخي اداني قروش ناقصه اداك قروش اداك 5 جنيه اداني 4 جنيه قلت له جيب الباقي قاعد يتلام. قلت له انت ما محترم ايوه ما محترم ربو كويس حمودي ما محترم ايوه حمودي ما محترم يا اخي الزول ده بيتكلم عن زول ثاني ولا شنو؟ زول ثاني حمودي يا اخوان مش قريبكم ده بوزو اللي برا الواد ده جنان ابوزو اللي برا طيب. ده قريبكم طيب يا احمد انا عايز اقول لك كونكلوجن كده للي قاعد يحصل ليك يعني اول سلوكك قاعد تعمله شنو كونكلو كونكلوجن ها فاهم كونكلوجن يعني انت وقت فصيح كده ما تديك قروش زياده يجي يشتري الشيبس يلا 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 سبحان الله يلا الماده عاوشة يا خلال يلا الماده ما كل شيء اها الماده ما كل شيء يا احمد الماده كل شيء السلوك الله يشغل مسلسلات ثقيله خلاص اشيله كل شيء جاهل السلوك اهم حاجه في العجله الإنسان. السلوك اهم حاجه في العجله تكوين الانسان ها ايوه فبالتالي الدنيا ما كلها عامله عباره عن دكان يا احمد ها الدنيا فوق فنون يا اخي يا اخي اللي قراي يا اخي الدنيا فوق فنون لا اله الا الله الدنيا ما دكان لا اله الا الله يا اخي عيب عليك يا اخي عيب عليك يا اخي عيب عليك انت ده يا اخي عيب عليك انت ده يا اخ شكيتك على الله يا اخ هزول ده مالو يا اخ هزول ده ما طبيعي قالوا الناس بتشكي منك انت يا اخ يا اخي الدكان ده بقفله انا ما جيت لقيت الجمعيه هزول ما فيش لا 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 الدكان ده بقفله قالوا ما عندك سلوك قالوا سلوكك منتهي ما بتحترم الناس ما بتحترم ما بتقابلهم مبتسم طوالي ساري يا اخوان هو ابتسم في التعامل يا اخي طوالي قالوا ماسك تلفونك التلفون عندك اهم من البني ادم الواقف، البني ادم الواقف ده بكون واقف داير حاجه مستعجل يمشي يقضي غرضه، بتوقفه مسافه طويله وبتتكلم تتكلم 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 وبعد ذاك تقفل التلفون عشان تشوف الزول ده شنو ضرب لك تلفون ثاني تخلي الزول قاعد واقف في محل ده سلوك ما جميل. بعدين ما لو الزول قال لك ادينا حاجه قلت له ما في ما بتقول لي ما في بادب، قول ما في شوف الدكان الثاني يعني سلوك ما عندك ما بتقول سوري ما بتقول معليش ما بتقول انت بتتكلم عن منو؟ عندك اعتذار عندك انت الناس كلها شكت منك يا اخي الناس كلهم نشكوا منك بس الدكان ده؟ هاي الكلام ده كله بس ده الدكان؟ كله في الدكان السلوك ده اهم حاجه في البني ادم انت قال البني ادم شنو؟ ما تعامل سلوك اوي اصلا اوي هم شوفوا بيوتكم خلوني انا يا اخي انا دكاني قاعد يا اخي انت لا عندك سلوك لا عندك تعامل لا عندك ابتسامه جميله كلها المواد قادي فيها يا اخي انت يا اخي جايب زيرو يا اخي جايب زيرو؟ ايوه جايب زيرو؟ ما بتعرف تتفاهم مع الناس انتوا ادفعوا حق الكراريس اللي عليكم الكراريس دي مليانه كلها جايبين قاعد 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 الكراريس دافعه كلها يا اخي ما دافعيش انت وسامي يا اخي ويجي كمان بيتفلسف فيني يا اخي داير من سامي ما داير مني انا يا اخي طيب كلكم ما داير منكم انا منك. انت عارف الناس دي كلها غلط وانت الوحيد الصح ولا كيف يعني؟ كيف بتعامل الناس يا اخي؟ استغفر الله اي شغال على كيفك شغال براك اي حاجه اقول لك تقول امشي اشتكي ما عاد بكمش يا اخي ما معقول دي مفردات يا اخي ما جميله يا اخي منك خلي عندك سلوك احترم الناس ابتسم في وشهم يا اخي ابتسم قول لهم حاضر معلش يا اخوان الحاجه دي ما عندي اسف ان شاء الله بكره نجيبها يعني كده زول بيمشي منك مبسوط يا اخوي هوي اتشابع يا زول يا محمد انا يا زول هي يا اخي الناس كلها تشكي منك اسكت انا شنو انت يا اخي انا بتاع دكان ولا انا طبيب نفسي دكان ده قريشات انا خلاص دار تطلع لنا في راسنا ولا شنو يا اخي شنو ده يا اخي سلوك يا اخي السلوك اهم حاجه في البني ادم يا اخي برافو انت مسخنه يا اخي معانا انت دار تسخن علينا احنا مسخنين في الجو مسخنين في الجيب مسخنين في اي حاجه انت جد تسدنا السخانه امشي اقفل الدكان ده لو ما بتقدر عليه يا اخي لا اله الا الله لا اله الا الله دكاننا خلاص زريبة فحم تعالوا اشتروا ثاني من المفترض التعامل تعامل الطير يكون تعامل راقي ويكون تعامل جميل والطير هو تغوى ومش ظروف الناس لها ظرف يمشيها والناس الوضع تعبان يمشيهم التاجر بتاع الدكان يكون بيتعامل مع الزبون بمعامله فيها رقي خالص بيتعامل معاهم في ناس بيكون ما عندهم قروش في نفس اللحظه ويقضي لهم حوجتهم وهم بيرجعوا له قروش اصلا ما حيمكر عليهم وما حيقول لهم حيجي يوم يرجعوا له بيشكروا عليهم لكن لو بيتعامل معاهم معامله شينه او يجي الواد يقول له داير عصير يقوم يدوه شيبس الشيبس ده اصلا مواد كلها ضاره وما صالحه للاطفال بالنسبه للدكاكين في الازعار
كل دكان عنده سعر براو، يعني تمشي الدكان تلقى السلعة مثلا إذا كان السكر أو الشاي في الحلة ذاتها، ممشي الدكان بلقاه في دكان بسعر، ممشي دكان ثاني بلقاه بسعر ثاني. ده دي حاجة. الحاجة الثانية ليه ما يكون في السلعة ذاتها في سعر؟ يعني العلبة بتاعت الصلصة يكتبوا فيها مثلا ب 13 جنيه مكتوبة فيها كتابة، أنا أمشي لبتاع الدكان على سنة ما كل زول شنو بمزاجه يكتب السعر اللي هو عايزه، زيه زي كل الدول دي بتعمل كده. أي سلعة بيكتبوا فيها شنو السعر بتاعها مكتوبة فيها، ما بكون في احتيال. لكن هسه حاليا في احتيال من أصحاب الدكاكين، ما كلهم لكن الأغلبية، بمشي بلقى سعر السكر في حتة، بمشي تلقاها ثاني في حتة بسعر ثاني. العلب بتاعت الصلصة أي حاجة فيها زيادة، كل زول شغال على كيفه بسعر بمزاجه، بيعمل أي حاجة شنو بالطريقة اللي هو اللي بتريحه. دي حاجة ثانية. الحاجة الثانية في مواد تموينية بالذات البسكويت بالنسبة للأطفال، وأنا ذاتي من الناس بلقى شنو مكتوبة في الكرتونة إنه شنو ما يعني ما منتهية، في ألقى السلعة جوا بلقاها يعني منتهية، لما أفتح أنا الصندوق بتاع البسكويت بلقاه منتهي، ولقى الكرتونه كانت بلاي عليها مده الصلاحيه بتاعتها 6 شهور. ليه ما في رغابه داخل المصانع بتاعت البسكويت؟ ليه الكرتونه بتاعت البسكويت اكتبوا فيها انه السلعه دي شنو صالحه لمده 6 شهور، ولما افتح الماده ذاتها اي القاها شنو منتهيه؟ وين الرغابه في المصانع؟ وين الرغابه في الدكاكين؟ ما في اي رغابه في اي دكاكين او في المصانع. في البسكويت ده بياكلوه اطفالنا نحن، نجي شنو في امراض اسهالات وامراض كثيره ناتجه شنو للسلع الفازه، يعني ما في رغبة من كل الجهات. السلوك مهمة في الإنسان، وبالذات في أشياء بتحصل في الدكاكين والله، يعني أحيانا كده تشوف نفسك فيه ما أدري كله بالأبسط شيء. السكر 10 كيلو ما تعمل 10 كيلو، 8 كيلو ونص. 5 كيلو ما تعمل 5 كيلو، 8 ونص. ما مشكلة أنا بشتري 10 كيلو ب 100 جنيه، لكن بودي بلقاه ناقصة، عشان كده أحسن تشتري بالكيلو يوزن قدامك. الشغل هو اساسا من المصانع من حي نفس دي ناس الدكاكين ديل، يعني عامه هم بياخذوا من السوق، يعني ما الرغبه تكون في المصانع، لانه المصانع هم بده ناس في السوق تجار كبار وهم بيزيدوا الشغل اساسا. يعني ناس الدكاكين ده في النهايه بيمشي ياخذ وبيجي وبيع للمواطن بنفس السعر، لكن ما في زياده من بتاع الدكان بيتعامل مع اي زول في الحي، لكن الناس سايب بتاع الدكان لكن ما في شيء. بالنسبة للأسعار الموجودة في السوق، نجي نمسك بداية السكر. السكر ده كاد يكون أنه الشوال الصغير ده كأنه بعبوها في المنازل، يعني ما من المصنع. فيش أشكال في التعبية. تجي تلقى السكر 10 كيلو تلقاه 8-9 كيلو و 9.5، الكبير تلقاه متامة، لكن الصغير بالذات تلقاه ناقصة. تجي الدكان تشتري وقول لي واحد يقول لك الكيلو ب 11 جنيه، واحد يقول لك كيلو ب 10 جنيه. يعني نحن ما قادرين نودي اتجاهنا على اي مكان، فانا بطلب من السلطات المسؤوله بانه يراقب الحته دي ويشوف ما يهم المواطن. نمره واحد، انا بلفت الانتباه لانه في المدن والولايات بالنسبه للافرام والحاجات الثانيه الحجم بتاع العيش زاد من 3 بقول 2، اي الاسبوع الاول ثاني نقصوه اصغر من الصغير. بالنسبه للدكاكين والمواد التموينيه الباغيه برضو الدكان ده اي واحد تلقى بسعر برا ويزول باتجاه برا ويزول يسوي عليه كيف، وبس رجل مراقبه في كل الاتجاهات. والله نحن يعني بلدنا خيرات وازعه والرحمه فيه، اللي نحن عندنا كذا مصنع بتاع سكر وكذا مصنع زيت وكذا صابون، لكن الليله اليوم نحن مهما انك تدني الى سلعه بتلقاها ارفع من الثانيه. والله نرجو نحن من اصحاب الشركات والمراقبين ان يهتموا لرغبه المواطن. ابعد تطور الحياه والزحمه الحاصله في كل المدن، فانا بشوف انه يا جماعه نحن والله عندنا دين، يعني عندنا دين بينظم لنا حياتنا، خلينا انه نكون اخلاقيا في التجاره نحن ناجحين، وبيخلينا انه نكون يعني امينين مع انفسنا، يعني في التعامل مع الناس. انت لما تكون تاجر ماسك سلعه معين تكون امين مع نفسك وتراقب الحاجات دي قبل ما يعني المواطن يراقبك، والمواطن ذات مفروض انت اي البارد لو بعته مفروض طوال ترفع تشوف صلاحيته 200 يعني وصلاحيته انتهت ولا ما انتهت. فاي زول ده مفروض ثقافه يعني يكون عند الناس كلها، اي زول يكون مثقف عارف الحاجه دي عشان نوقف الحاجه دي، لانه الحياه تطورت
ما نكون قاعدين في ما ندمن الادمان زي ما بقول ادمان الثوابت يعني ما نكون ثابتين كده في حته واحده، نتطور مع تطور الحياه والدين يعني الحمد لله يعني هو بقى بينظم للناس يعني ما في دائما نتعب كثير ونكون امينين مع انفسنا وان شاء الله.